هيدا نقطة البداية. هون محل ما كنتوا صفينه عم تعملوا صيانة بعتقد، هون محل ما انطلقتوا. اوكي انا فوق على الزاوية لابس كاسكيت سوداء. هيدا انت فوق هون؟ ايه. اوكي حضرتك وين كمان؟ انا هون على اليمين. ايوه ها؟ ايه بعد الثاني واحد بعد ثاني واحد. اوكي في شيء يعني بهالصورة في شيء بعد بدكم تقولوا لي عنه؟ ليك هيدي اللبسة اصفر هيدي بنتي. هون اول ما كنا نازلين اللي لابسة اصفر وين هون؟ ايه هيدي احي هيدي هون كانت قاعدة اول ما انا نازلة قاعدة على الباب. هاي بنتي. هيدا بنتك. انت كنت وين هون هلا؟ انا كنت هون ماسك فيها. هاي ابني كمان هون. اذا مزبوط كيف نحن عنا ترميمه من جوا لانه ما كان كتير عنا صور له من جوا، فبدنا نشوف. ارتكزنا على هن الشركة كيف كانوا عاملينه لهيدا المركب بوقتها. كريس كرافت. كريس كرافت هو موديل ال 74 ما هي؟ صح. مين؟ قعدنا ترميمه. مزبوط هيك مثل ما عم تشوفه؟ صح. نحن كنا عاملين المركب هيك من جوا، مزبوط هيك؟ صح. 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 هيك مزبوط. صح. كم مربحات تقريبا؟ عبية لا عبية كلياتها كانوا قاعدين زرق هيك وهيك. واطفالهم عليهم يعني. ايه اكيد يعني معن ولاد كلها. ومن هين كانوا قاعدين كمان نسوان وشي مثلا قاعد هيك وجهه لهون على الجهتين او كيف؟ ايه على الجهتين من هونيك لهون. وهون كمان؟ صح. هيك؟ تمام؟ ايه شوف هذا هون شو كان عنا؟ كمان نفس ال نفس اللي نفس تحت على الداير. ايه على الداير بس كنا فوق اكثر اكثر من تحت. ايه حتى كان في شباب اثنين قاعدين عند المروة على البوز. على البوز من قدام. ايه بعشوائية لأن شكلهم قاعد حدا هيك هيك. ايه اوكي. بشكل عشوائي. هيك منيح. مزبوط. اوكي. طيب إذا قلنا يعني تقريبا نحن صار عنا كيف انطلقتوا هيك بكون منيح أو مثلا في ناس كانت كمان قاعدة هيك تحت نزل حدا قاعد تحت. كان هون في عندك شنط اكثر هون تحت بالنص. صح هون بالنص حاطين الشنط. ايه الرجل ورا بس ورا محمالة الخشبة هون. الخشبة مزبوطة مزبوطة. هيدي كرمال بس نطلع نحن على اليخت اللي كانت محطوطة تقيلة وزن فيبر كلاس كرمال نحن وقت نطلع يعرف اليخت اللي عم بيسوق هو بيكون يعرف انه هاي الحموله مش زياده يعني ما كانت نازله بالمي هيدي بس يحمل وزن بكفي بتضل الخشبه على وجه المي اي شيء زياده بس تنزل الخشبه يعني احنا بخطر يعني مثلا ما كان في موج كف يعني بتركم يعني احنا ضلينا ناخر الطلعه تصور الموج تمام يعني بيعطي على 7 ايام لقدام انه الموج تمام بحر كويس وبيمشى فيه. أوكي. يعني عملنا حساب لنوصل على ايطاليا بيضل البحر على 7 ايام تمام وين احنا ما بدنا 7 ايام بس عملنا حساب مشينا 6:30 7 يعني بهالحدود. ايه 6:30 7. اوكي. ايه يعني الغروب كنا جوا مشينا عم تغرب الشمس. أوكي. وصلنا جوا عتم. انه قصدك انه اي ساعة كنا جوا هنيك؟ يعني انا بتقديري يعني بتقديري مشينا شيء مشينا شي ساعة ونص قبل ما يوصلوا عليكم. مشينا شي ساعة. ايه ساعة من الساعة للساعة ونص. اوكي. لو وصلوا لعنا هيدا بعد شي ساعة ونص؟ ايه بعد شي ساعة ونص. ايه
هو وقت كانوا ملحقنا قبل ما نوصل، هو وقت كانوا ملحقنا صح؟ هذا السبب يعني. هلا صرنا هون بنص البحر. اوكي هلا نحن بهي صرنا محل ما الطراد لحقكم وهو مضوى عليكم وصار في عتمه. صح. انتوا هون بهالحاله ما بقى عم بتشوفوا المدينه. يعني بتطفي ورا؟ كنا شايفين شيء بسيط، قلت لك شيء بسيط. كانت بعد يعني قضوية مثلا صوب الجبل مبين علينا هيك مثل النواسي خفيفة بعيدة، عرفتي؟ كيف هيك بتشوف النجمة بالسما بالليل هيك. اجوا هدول اثنين صغار وبلشوا يعملوا موج علينا وكذا وهون ويهددونا ورجعوا وكذا ما بعرف شو. لقونا ما عم نرد عليهم، ونحن نبهنا على بعضنا انه ما حدا يستفزن بشيء، ما حدا مثلا، خلص خلينا ساكتين وماشيين. عاملين كامين هن، يعني ناطرينا حتى نقطع نحن من بعد عند الشط قاعدين بصوب الرانكين كانوا. وقربوا علينا، نحن تفاجئنا فيهم. يعني نحن من اي يعني طلعت العالم ونحن طلعنا بقلب اليخت ومشينا ما حدا نقرب علينا. لان احنا وصلنا بنص المي تفاجئنا فيهم اجوا كلياتهم. وين كانوا اصحابه؟ اثنين قدام. اثنين قدام واقفين؟ واحد حد اللي عم يسوق قاعد هيك واقف شو عم بيعمل؟ ما عم سلاح؟ حرتش عليهم السلاح. هن ما عم سلاح كان؟ هيدا كان ما عم سلاح؟ كلهم ما عم سلاح. شو كان معهم؟ اي سلاح؟ M16. اوكي مين بعد؟ واثنين قدام كمان سلاح؟ هيك. واحد ما معه سلاح، واحد فرطش عليه البيضون. انا عم يفزعونا. وهيدا الضو تقريبا هيك ولا اكثر عليكم؟ يعني ليكم انتوا قدام ضوا هون؟ خلص مبينين كلكم. لا هيك مبينين. قبل ما تيجي الغفاره يوصل يقطع عنا يوصل لهون لهون علينا ويضربنا بالمي. يوصل لهون. علينا يضربنا يرشنا بالماء يروح يبرم. يجي الثاني كمان نفس العمليه يوصل علينا يرشنا بالماء ويبرم. توصل اخر شيء الغفاره الكبير هو اللي استلم. بده يوصل. اوكي بعدكم انتوا ثبتوا بارضكم ولا بعد؟ لا ما وقفنا نحن. ما وقفتوا؟ لا ما وقفنا. نحن ما وقفنا. لا يعني هو انتوا عم تمشوا انا صار فيني هون ازيحكم شوي. صح. ما هيك؟ صح. لا بيقرب علينا من هون هيك من ميت الشمال بصير يلف ويبرم حوالينا. بلف من الشمال على اليمين؟ ايه بس عم مسافه بعيده عرفتي؟ يعمل موج كثير علينا. صح هو هون اول. ايوه كل ماله يلم. اول ما اجى نحن هيدا هون، نحن هيك هيدا نحن. اوكي هو اجى هيك صار يروح هيك 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 كل ماله يضيق. بس اول شيء ما بشكل دائري، من بعيد لبعيد بس بيروح هيك بيرجع هيك من بعيد. بعدين كل ماله بلش يقرب ويضيق علينا. هو كان جاي من وراهم هيك. صح. شو بيعمل هلا؟ بيجي وبيصف جنبنا، بيوقف جنبنا. بصير ماشي. ايه نحن ماشيين تقريبا باخف سرعه وهو ماشي جنبنا بيسالني عن شو اسم اليخت. بقول له انا جريس جراف. بيقول لي جريس جراف يا اخي الشرمطه والله لا اعمل اترك فيكم. بيقول لي الله لا اعبركم. ايه خدي هيك لهون. لهون شوي هيك. صوب الغافرة؟ لا تاني ميلة؟ ملت اليمين ميلة الفاضي هيك؟ ايوه قربي قربوا؟ ايوه هيدا هيك. هون صار يقعد يحكي ارجعوا ما حدا يرد عليه. اوكي قال انتوا رايحين على الموت. رايحين على الموت شو بدكم فينا؟ يعني هون عم بيحكوا وهونيك عم يحكوا عرفتي؟ بدهم يزتوا الحبلة وبلشوا يشتغلوا شغلهم. انتوا هون ما وقفتوا لو حتى هن جايين عليكم؟ لا ما وقفنا ابدا.
كان لها شيء مربوط من وراء. من قدام. من قدام. هو عم جرب يلقطك فيها. هي لها طريقة. ما هي لقطة بيكب الحبل على الحديد. على الحديد مشان يهدي اليخت. كان واقف اليخت. مشان يوقفه. وانت كنت واقف هون. ايوه. واقف برا. عم تتعارك معه. شو كانوا مضوين الضوء عليكم؟ لا لا. ضوهم بس. الضوء تاع الأوضة هيك ضوء العادي. يعني تقريبا كنا هيك بهالموقف. أو أقل هيك. أنت هيك كنت؟ دقوا ايه؟ دقوا ايه بدقوا هون راح قرب وطلع قدامنا مباشرة صار يطلع علينا أمواج يروح شمال ويمين هو يعني هو صار عم يعمل هيك كأنه يمشي هيك أيوة صار الـ 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 هو التوربينات اللي معه بيفتحوا هيك يعني تلاقي الموج يا لطيف يعني عمل حالة موج كتير كبيرة والبحر رايق صار يعمل علينا أمواج واللي الزوارق الاثنين كمان ملاحقينا وعم يطرطشوا مي هيدا اليخت بوزو عم يطلع وينزل يطلع وينزل على البحر تبع الغفرة بهذا الوقت راح برم هيك واجا فايت فينا على البوز من ميلة الشمال لما بيضربنا بهاد الضربة من هون بنسمع صوت نحنا صوت قوي كتير قوي فقعة بتبلش الشباب تحكي ويوصل الخبر من الحموي اللي عم بيسوق انه فقع اللوح الفيبر بلشنا هون نحن نحس في دلق مي علينا طبعا نحن ماشيين بس ولكن عم نحس في شيء ما انه مزبوط باليخت عم يتقل شوفير عم بيقول فات مي لجوا على قلب محلنا قاعدين النسوان والولاد الخشبه اللي هي باخر اليخت نزلت هلا برمي البوز على الكتف لهون هيك ايوه شايفين كيف جي البوز لين طلعي يعني هلا انت وقت اللي بلش ضرب هو نحن اكلنا من هون ورايح حنرجع نعيد انت عم بتقلي هو شخطكم من هون صح من نص ايوه هيك أيه. ايوه برم اللي عندنا هيك ايه هو ده هذا هيك هلا هذه مضبوطه هي مضبوطه من هيك نحن اول ضربه برم فينا اليخت هيك صرنا نعبي مي بعدين صار يرجع يبرم فيه لليخت الشوفير لنقدر نمشي على اساس انه ما في مي فيكم انت هون بدكم تبلشوا تلفوا هيك؟ ايوه يعني كيف هو لف لهونيك يعني المفروض نحن بأرضكم ايه المفروض نحن نكون بعكسه عم نلف لهون صح ايوه لا بقى لا هيك 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 بيبرمنا بدنا نشوف شو صنعنا صح صرنا نعيط لبعضنا ونصرخ شو هذا الصوت؟ منال طلع ناجي شوف قدام على المرسي شو فيه فلان شوف فوت تحت شوف شو فيه كل هذا بظرف دقيقة دقيقتين ما كنا حاسين بشي إلا صوت وقت اللي ضربنا جلس طلع قدامنا كترت معه عملية الأمواج خلق الأمواج كترت معه كان يكون بعيد صار أقرب يخفف ويطلع علينا الموج بشكل رهيب عم يعني بيروح يطلع وينزل يشكله قدام يرجع يشكله ورا هون هو كان عم بيعبينا مي كأنه بتعمل يعني مثلا كان عم يبرم بقعد هيك يعني اجا من بعيد بتحسيه قص لأنه نحن قلنا بقعد عنا أنه تركنا خلص انه بيروح يمشي لقدام بيبرم بيقف شكل بوزو لهون
يعني أوكي. محل ما مسارنا ماشي. هالقد بعد عنكم؟ ايه بعد 400 متر تقريبا هيك، لانه لعلى يعني في ناس فقدته اخر شيء قالت انه خلص ما بين راح. وراح ضوه كمان؟ ايه طفى الاضويه. في عندهم غرفة جوانية بقلب الطراد، كان هو الوحيد المضوي ضوء صغير فوقه. بعدين راح على ميلة اليمين ووقف وطفى، رجع كمل وفات على ميلة اليمين الثاني. كان هون الضربة القاضية للمرس الحديد اللي قلتلك عنا أنا، هيدي بتجي بقاعدة حديد. عم رجع علينا بسرعة وضربنا من هون على النص وقتها انفلعت من هون. عينه على العظمة ما كنا شايفينه. هو لو كبسنا بالبوز دعسنا كان كسر وجهه مع الشباب مع الطيارة. هو عمل ضرب ذكي. هو إجا طيران هيك سريع. خبطنا من البوز من هون وضل ماشي على البوز عنا. كيف أنت؟ صح. هيك. أرمي لعندي شوي. هيك. إيه. هيك. صح. هيك. هيدي ضربت الأرض كده. من بعد ما ضربنا وراح بقعد، قلنا خلص إنه الحمد لله ما إنه حل عنا. غرق خلال يعني لحظات. اللوح بينشعر، بينفتح من أول ولآخر، لوح فيبر. وقت اللي طعنا فرغنا من الهواء. أخذت عملية الغرق نص دقيقة، ثواني بدك تقولي. صار واحد راح اختفى ما عاد شفناه. طلعوا بعيد ولا حتى ضاو يعني أبدا، صاروا كتير بعاد عنا نحن. خلص شو شلناه. والتاني نفس الشيء كمان بعيد، يعني واحد نحن وقت اللي غرقنا طلعنا ضلينا حوالي تقريبا شي ساعة ونص وأكتر عم نسبح تنوصل نحن لعندهم، هن واقفين بأرضهم. وهن حد بعض ولا كل واحد عمال؟ لا كل واحد على مال، حتى الغفارة بعيدة عنهم. هلا هون هو شو بيعمل؟ بيروح وبيبعد عنكم؟ ايه بيروح بيبعد عنا مسافة. مسافة بعيدة. هون اللانش بيغرق. من ورا نزل من هون. طبعا هون طفي من بعد الضربة. طفي وطلع دخنة من المحرك. أوكي. هاي هون نحنا الشيء اللي ما وصل هون، المي فاتت أو شيء اللي أنا شفته طلع دخنة من ورا. من ورا. أوكي. من بعدها مباشرة غرق من هون، يعني كيف بدي أقول لك، إذا فينا نقول مثلا هاي هيك. أوكي هيدا البوز. هيك هل نحرك ولا يعني هاي دغري صارت تحت. هيك اوكي دغري هيك. هيك هيك. شو بيصير في هلا اللانش هون من بعد هيدا الضربة؟ بينزل من ورا. هيك ايوه هيك بس اقوى يعني بسرعة هيك. اقوى اقوى كثير. هيك بينزل طلع هيك منو هيك بينزل هيك. بس ما هيك وقفوا. هيك يبرم شوي هيك يعني و نزلي بعد شوي بعدين بصير عم ينزل هيك أصدق. أيوه هيك وبجلس تحت. وقت اللي بيعبي ماي بجلس هون بهيدي بهالعملية كان اليخت مليان مي وبلش يغرق. بلش ينزل. بلش العالم تنط. واللي توفى توفى واللي نزل على المي نزل على المي. هون ما عاد حسينا بشي شو اللي صار. أنا هون
مخي ما بقى يستوعب شو صار. أنا هون مخي ما بقى يستوعب شو صار. طبعا هي عم نحكي فيها بلحظات. وقفت هون وهو عم ينزل. طلعت صرت للبوز أنا يعني. طلعت هون شفتي هيك ما هو نزل. نزلي فيه كمان عملي معروف. نزلي نزلي فيه. ايه نزلي فيه كمان كمان. أنا طلعت كمان نزلي نزلي فيه كله. دست على أزاز هون في أزاز مظبوط لآخر نقطة نزل. يعني أنا عامل هيك بأجري. أنا واقف هون صح. رجعت هيك ال مجور راسي كله يدوم. راسي مجور كله يدوم. كسرته براسك؟ هذا شو شايف؟ هذا الألمنيوم. هذا الأسود. هذا الألمنيوم براسي. أحمله هيك وأخطه على الزاوية. يجي يعني الحارف على راسي ليكو. عمل خفص. أنا أول مرة وتاني مرة تلت مرة آخر شي فعل الإزاز. طلعت طلع وراي رائد بندشة. طلع أخي تلت وصلت اللي خد. بينه وبينه صويني بس. يعني هيدا هون ال... كله ليكو إيك الخطوط من هون من هون كمان. يعني تصوري إنه أنا قاعد هون بس بدي هادي 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 دروب زين بدي فوت بقلبه. ما بقى لحق أنا إنه أوقف وقالك فت بقلب هادي. عشت حولي وقلبت حولي بقلبه ماي. يا دوب لحقت وهو كان نزل. هون في شباك. شباك بقلبه بنف. شباك هون من عند البوز. في شباك هون أو مثل فتحة. أيه. بالتحديد وين يعني؟ بظن بقول لك هون هيك في فتحة على هيدا؟ على هيدا في شي فتحة أو شي. أه. وبيطلع منه ولد عمره 10 سنين. أنا في ولد مسكته من إيده أنا لأنه هون كنت واقف على الأزاز. مسكته من إيده وسحبته. بعدين شو صار ما بعرف. وشفت الولد وكان ولد وأخته. يعني عمره شي 8 سنين 10 سنين. وقت اللي ضربنا بآخر ضربة حسينا بحالنا كلتنا عم نغرق. صار بعض الناس تنط على قلب المي. نطيت أنا نزلت مع اليخت ما بعرف قديش. حاولت لحتى أشيل ولادي ما قدرت. طلعت على وجه المي لقيت شاب صديق لي ما بيعرف يسبح كعبش فيني. خلصت منه وخلصته حطيته على ظهر الخشبة. نحن جايين الجيش صار بعيد. صرنا نبرم على محل انه نعرفه هو موجود بمحل يعني بهيدا النقطة لنروح لعنده. كتير ناس ضيعت. انا اولا ضيعت. صرت شوف انا الضوء عن بعيد افتكره هيدا هو الزورة او الغفارة الكبيرة. صرت اسبح لي حالي انا عم بسبح بالاتجاه الغلط. ومعي مرت اخي وهيدا الشاب ومعي طفلة صغيرة بنت صغيرة. هون أنا شرفت حالي من هون لهالاتجاه هون هيك. طبعاً وقفت هون هيك خلص وسبحت بهذا الاتجاه لهون. سبحت طبعاً المركب ما عاد شفته. طبعاً هون شو في على المركب مثل غراض شيء ضلوا فوق. هذا الحكي عم نحكيه بلحظات. وفي ناس طبعاً مثل حكايتي ومثل هيك. نحن عم نسبح ما عم نسمع إلا نحن عياط والصريخ. العسكر بين بعضهم عم نسمع صوت بعيد. تشردنا كلياتنا بمال ما عاد عم نشوف لا حدا. يعني أنا اللي معي كنت كامشو بإيدي مشان ما حتى ما يضيع المي. عتمي سودة ودني برد. ضليت عم بسبح عم خبط لوقت يعني لقيت شيء يمكن مثل شيء مثل شيء طايف على الوجه مثل فلين مثل شيء يعني. على شو كنت مهدى؟ مهدى على خشبة على مقعد كنا نحن عاملينه. شلت الاسفنج شلت النايلون وصرت هدي مرت أخي والشاب صاحبي حسين وبنت صغيري حطيتها على الخشبة فوق. ابن أخي بهاء شفته أنا على المي عايم على المي وطابع بوجهه. ما قدرت شيله معي لأنه إذا شلته معي ممكن يموت الموجودين معي. لأنه أنا ماشي على خشبة
ممكن أي ساعة تغرق فينا. تمام؟ يعني هن بعد ما ضربونا وبعدوا طفوا الضم، ما بقى في شيء. بعدين شغلوا الضم لأنه صار فيه الصياح وعياط وهيك. بعدين صار شغل الضوء، صار عندي نقطة أنا بدي أوصل للضوء. صرت أسبح. لو وصلنا تصوري لحد وين؟ قبل ما وصل على الزورة صاروا العسكر اللي موجود على الزورة. لو قرب شوي صغيرة وطفى الزورة كان وصل لعندي. شي كان عم يسبسي وشي قرب يا خنزير وشي لا عم بقلبك ما أجحشك مطلع معك نسوان وولاد. وانت سبحت على الغافرة الكبيرة؟ لا على الصغيرة، على المطاطة. على المطاطة. وهن كل ما اتسبح كل ما قرب لعنده كل ما يبعد بيبعد، كل ما قرب لعنده يبعد عني. يقلي انت قرب لعندي، كل ما انا اتسبح يقلي انت قرب لعندي وركب انا ريه يبعد عني. الزورق الكبير الطراد الشامبريل مربوط بحبال، ما شيلوا هيدي الزوارق والشامبريلات وزتوها على قلب المي. كيف كانت حرارة المي تتذكر؟ كتير، في عالم كتير ماتت من البرد، كتير تلج. عطونا شيء مثل حبل تخين شوي، حبل هيك تخين وشلفوه. طبعا أنا في مسافة شيء من نقول 10 متر ما بقى فيني، ما بقى فيني. الحبل اللي شلفوه ما يصل لعندي. يعني يشلفوا الحبل ما تقله وتخين وتقيل يرجع يهدي عندهم وهنا واقفين فوق. قربت 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 لحتى مسكت بالحبل أنا وصلت لعنده، بس هون متت. يعني هون أنا خلص متت متت. والحبل اللي مسكت فيه ما بقى فيني أعصابي مسك فيه أصلا، عرفتي؟ وقت مسكت بالحبل شديت حالي يعني على كل قوتي، سحبوا الحبل لقطوني من ورا من هون لعنده. طبولكم شيء لطوف عليه؟ لا لا ولا شيء. طب هيدا الفيديو أنا وصلت على الزورة أصلا آخر الشيء آخر نفس. لا لا لي أنا زطولي حبلي قالوا لي مشي مشان نسحبك. أنا طلع من تحت الموت بدي قالش أنا عندي أعصاب مش الحبلة، فاكريني طرزان وأنا ما معي خبر. هو أنتو؟ ها؟ ها نيجي هو أخي مصطفى. أنا هو لأنتو؟ نحن الوقفين تحت أنا أنا كنت أنا وخيي. قال أنا وخيي أنا وابني لكن وقفين هلا هون هاي الحبلة كانوا عم ينزلوا لي اياها عم بيقولون زتونه زتلها لك لو انزتوها لهونيك وانا نحن واقفين تحت الغفرة. سو هي مفروض هي عم زت لك اياها لك ام راح صباح راح سباحة جايبة واجا هون يعلوني لك في عض يعلو وينزلوا الحبلة كنت انا مطلقتها فيها. شو كيف زتها؟ طيب يعطيكم الف عافية جماعة. Awesome.